السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد. ان شاء الله كما وعدتكم غادي نطبق معكم ديك كسوة على الثوب. المهم هنايا راه جبتو، وبالنسبه كما قلت لكم داك القياس 3 سنين 4 سنين. المهم جبت هنايا مترو، وفي العرض ديالو كاين متر ونص. هنا الطول ديال الثوب كما كتشوفوا راه كاين مترو، وهنا العرض ديالو فيه متر ونص. هو العرض ديالو في متر ونص، هاهو. وكنقلبو الثوب هكا وكنطويه على ربعة. ديك الجهة فاش كان متر ونص، هاهو هاد الجهة فاش كان متر ونص كنطويه على ربعة. يمكن قدو الثوب مزيان هكا، ويم هاد الجهه اللي الثوب مسدود اللي غنبداو على حساب اليمين ديالي. غنبدا من هاد الجهه، كتقدو الثوب مزيان هكا. هنا الجهه مسدوده كامله، هنا فاش غنبداو القياس. وهنا البنات كما قلت لكم كنسبقوا بلاستيك 5 سنتيم ديال لاستيك، داكشي اللي طبقت معكم في الباترون داك القياس اللي غنحطو في هاد الثوب. المهم هنايا قلنا ملي عبرنا لاستيك عبرنا هنايا، حطينا القياس 18 18، يعني 36. يعني نجيو هنايا غنحطو 36، هي هادي كاينه هنايا، يعني كل هنا غنبقى نحط 5 سنتيم. تحطو سنتيم هكا، وها 5 فين كاينه كنحطو 5 هكا، ديرو هكا. من بعد ملي حطينا هاد النقاط نبقاو نسطرو بحال هكا. من بعد غادي نهبطو هنايا ب 13 سنتيم. كنشدو القياس تحت هاد السطر ديال لاستيك، كنحطو سنتيم هكا كنهبطو ب 13. هي هادي، هادي هي 13 سنتيم. من بعد غنحطو القياس 18 سنتيم، هي 18، هي 18. كنسطرو هكا 18 سنتيم، ونعاودو نعبرو هنايا 18. وهنا غتكون 13 حتى هي 13 سنتيم بحال هنا. باش تعرفوا واش نقاد، كتشوفوا هنا 13، ها هي 13 سنتيم اللي عبرنا هنايا. راه كنعبروا حتى هنايا ديال اليدين، وملي عبرنا هنا 18 18، هنايا غنشوفوا فين كاينه هاد 18. ها هي كنحطو نقطه هكا باش تبان، وهنايا فاش غنسطر حتى لتحت. المهم لتحت كما قلت لكم كنعبروا الطول هو الاول، الطول كنعبروا تحت هاد لاستيك. كنحطو سنتيم هكا وعبرنا 67 سنتيم. المهم الطول ديال الثوب هذا راه كان فيه الطول، الا بغيتو بحال شي وحده تكون شي بنيه كانت طويله شويه غتحطو كتر من 67 سنتيم، حيت راه كاين الطول كما قلت لكم. هنايا هي حطينا 67 سنتيم،
ويمكن تزيدوا جوج سنتيم ثلاثة سنتيم على حسب الخياطة. هيا البنات حطينا هنا الطول، وفي العرض غنحط 33 سنتيم حتى 33 سنتيم اللي بغيتو، حيت كتكون كلوش ولا بغيتو كاع ديرو هاد العرض كامل. المهم هنايا غندير انا 35 سنتيم اللي بغيتو على حسب، المهم كيما قلت لكم 30 سنتيم 33. المهم هنا انا غندير 35 ها هي، ومن هنايا غادي نسطرو لحد هنا فاش كاينه 18. نجيبو المسطرة ونحطوها من هنا، ندير هكا وكنسطرو. البنات من هنا نسطرو هكا، حتى لتحت كنتمنى يبان لكم مزيان. ها هو المهم، هذه هي الطريقه القياس اللي حطينا دابا الكسيوه. وهنايا كما قلت لكم ضروري كنطلعوا هنا 3 سنتيم باش نحيدوا هاد القناطي، نطلعوا هنا 3 سنتيم اللي طلعت هنا 3 سنتيم، نديروا بحال هكا هي. المهم كما قلت لكم راه الطريقه ديال الفصله ديالها سهله، وحتى بالنسبه للخياطه هيا البنات. المهم هنايا كيما تراسينا دابا غنقطعو، ماريش نقطعو هنا كيما شرحت لكم في الورقة، غنجيو من هاد الجهة كنقطعو هنايا وهنا حد هنا 3 سنتيمتر طلعنا كنقطعو هنايا. نبدا انايا من هنايا من تحت حتى البنات هنايا الى وصلتوا هنا كدير واحد شويه الدوره، ما تكونش هاد البنت شويه ديروا بحال هكا هي شويه الدوره. صافي هي هادي دابا البنات. المهم نقاد هاد الشويه اللي خرج ليا الثوب هنا، هي هذه كما كتشوف دابا الكسوه راه واجد دابا قطعناها. غنحلو هنايا، راه نسيت ما قلت لكم حيت مع واحد الثوب كيكون مسدود واحد الثوب كيكون محلول، غنحل هاد ديال اليدين بحال هكا ودابا ها الكسيوه كما قلت لكم كتجي هكا كلوش من التحت كما كتشوفوا جهه هكا هي هذه كما قلت لكم. هنا كيكون فيها كحال بليات ديال لاستيك، وهنا راه اليدين صافي، وهنا راه لتحت. المهم ان شاء الله نخليكم حتى نشارك معكم الخياطه ديالها ان شاء الله حتى فيديو مقبل. السلام عليكم.